لسانها المعتقلات مع اختلافنا التام لعظام رابعة وعظام النهضة، وانهم بيطالبوا بعودة الدولة السابقة، لكن السيسي لازم يتعدم على اللي عمله في النهضة، ولازم يتحاسب على اللي عمله في رابعة، واللي حصل في رابعة مكسرة. السيسي بقى بالمناسبة كان مدير المخابرات العامة في وقت محمد محمود وبمغلس طنطاوي. السيسي طلع يوم 9 مارس بيبرر كشوف العذرية اللي حصلت في مجلس الوزراء. السيسي كان موجود في مجلس طنطاوي وما فتحش بقه. دلوقتي بيتقال ان حرس الجامع هيرجع عشان يحاربوا حاجة اسمها الإرهاب. خلونا نتكلم شوية عن فكرة بقى حرس الجامع. حرس الجامع بيقول ان في مظاهرات في الجامعة بتكسر الجامعة، وده مش حقيقي. لكن برضه خلينا نتكلم بقى ان من مصلحة مين ان الداخلية ترجع الجامعة تاني؟ من مصلحة ان طلاب الاخوان المسلمين ان الداخلية ترجع تاني الجامعة عشان يلعبوا دور الضحية قدام الطلبة ويقولوا مصر الداخلية بتعمل ايه؟ رغم ان داخلية بقى اللي كانت في وقت الاخوان كانت بتحبس الطلبة، داخلية الاخوان حبست حسن مصطفى، داخلية الاخوان هي حبست احمد دومر، داخلية الامبال اللي قتلت الجندي وقتلت شيكا، والاخوان مسؤولين تماما عن كل نقطة دم نزلت. بالمناسبة الثانية بقى بكرة 5 ديسمبر، يا ترى الشباب الاخوان عارفين يعني ايه 5 ديسمبر ولا؟ 5 ديسمبر هو ذكرى مذبحة الاتحادية. 5 ديسمبر اللي مرسي طلع اتكلم فيها وقال اللي بره دول بلطجية. راح شباب الاخوان وجماعة الاخوان رايحين كاسحين الناس هناك.